السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم مقطع جديد، ومقطعنا اليوم التحدي بين أترو وأبو إياد. التحدي أنا طالما التحدي طالما أنا كنت منتظره من زمان، كنت ودي أسويه، كنت مستني أسويه، بس يوم بيتأجل بعد يوم. المهم سويته هاليوم. التحدي اليوم يا شباب، راح نقيم اللعب بين أترو وأبو إياد، وراح نشوف مين ألعب من الثاني ونشوف مين ألعب من الثاني. ولكن قبل نبدأ في المقطع، اشترك في القناة وفعل الجرس وحط لايك، وحط لايك برضو، وخلينا نوصل هذا الفيديو 4 مليون لايك. سمعتوا؟ 4 مليون. تخيل يجي يوم من الايام واقول لك وصل الفيديو 4 مليون لايك. يا ويلي ويلاه، يا ويلي ويلاه، 4 مليون. خلاص، المهم معلم 4 مليون لانجلط من الاحلام الوردية. المهم يا شباب، حطوا لايك واشتراك، وخلينا نقيم الفيديو مع تركيز. حطوا السماعات، حضر السماعات انت وياه، ويلا خلينا نشوف الفيديو. نبدأ مع أترو والمنتج الخرافي. مونتاج يا خرافي. كل اليوتيوبر يصير في واحد يتفتح المقطع تسمع كيف ناطق، كل واحد بيسوي له مونتاج. ايش يا زلمة؟ اعقل اعقل، خليك رجال، خليك رجال. كفو، قدم على المونتاج هذا ولا ايش كيف؟ لك عاش عاش قصر. أترو معروف تاريخ أترو. ايش بلاش شعر يا زلمة، ايش هذا؟ معروف شباب تاريخ أترو؟ تاريخ أترو بلقطات السنايبر، لقطات السنايبر أسطورية يعني. لقطات بوم، لقطات ام 24 كار، يعني حتى لو فيها يمينك يمينك يمينك. يلا بص يا راجل، هذا اليمين شنو؟ منو هذا؟ يمين بوت، يمين بوت. سلمني على النيل. هتيجي المكان او لا؟ هتيجي المكان او لا؟ ما ادري. يبلع قابلك. عارف يا شباب التحديث الجديد بالكشف الاماكن هذا، يعني لا تحتاج تشغل هاكر ولا تحتاج تشغل شيء، بس معلم امسك النيد وارمي لي يكشف لك الدنيا ويزبط لك الدنيا. هيدي حركة ذكية من ببجي، خلي بالك. هيدي حركة يسار عندك كفار جدا مين جدا. ثلاثة 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 موسني شباب، ثلاثة ورانا واحد يا باشا. بس يا باشا المقطع اليوم راح يكون طويل. الله لا فو فوتي من هذا ولا جرين اسبيرنا عشان يفنش يا زلمة. اطلع من البناية، هم هاي بناية فوق الاحمر. وصلنا وصلنا وصلنا. عاش راح اكله مع تيمو، التيم اللي مع اكله اسطورة. كش كش شفت ايه ما عاد بس يا سلام. لو عندي تيم زي التيم هذا والله العظيم تيم زربة زربة ما بيفهم شيء. هذا راح يتفنش اعتبره. شوف التيم أترو بيبوش دايما، أترو بيبوش في الأول وتيم وراه. الصدقون تيمي طول الجيم تلويت، طول الجيم تلويت، آخر آخر ناس من بيموتوا آخر حاجة. بعد ما يلوث الدنيا كل اللي تكون الخريطة بتتلوث بعدين بيموت. رجعتها على الكوفي كوفيد، رجعتها اوكي. فنش جاس معاه سكوب 4 فنش لبيتها والله ولي رمانيد. اي والله هاي كشفتها مرة ثانية. ايه شو هذا العمارة؟ يمين يمين كمان دخل في البيت الثاني. شوف كشفت عطو يمين واختفى من البيت والله. الو ويلي يابا ويلي. ماكو واحد ثاني هنا ورا؟ هو لازم من رابعهم بس شايفين الاترو بيلعب على الكمبيوتر. ما كنت انا عدل، هو قدامنا كان رمات جدا اسطورية. بدعم ببجي، بدعم 60000 ببجي مش ببجي واحدة. وطلع لي اوبن عشان افنش العب يقاس يا شباب. اوه فعلا
شباب اكثر اللي بيستخدم محاكي بيحط سكوب ابو نقطه على الفور مش عارف ليش يعني اغلب الوقت بتلاقيه حاط سكوب ابو نقطه يعني حط يا زلمه سكوب 6 ما بيحط خاصة اترو اترو دايما يحط سكوب ابو نقطه وين البيوت اللي قدام خش عليهم على طول يا شباب ايه روح البيت موجودين جوس هنا رب السياره ايه بقول لك سكوب ابو نقطه عمري مش فاكر بلعب شفته يعني يا عمري بس ما مش كثير قليل كفو عاش والله لازم خلطهم خلط يضربوا عليهم اي 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 بعد ما خلطهم شباب اويلي اويلي وحش مو سواكين بالسيارة لاك سيارة ثانية لو خذ راحتك في اللوت ما قصص بالمقطع ولا ثاني لا تقلق خذ راحتك شباب سكوب ثمانيات سوالف كلها بدي اخذ اللي بثلاثه اي بس دمر شو في ناس اي عشت يا زلمه في سياره في سياره عند اترا هاوس وفي ناس على في ناس بالعماية شافونا شافونا انتبه شافونا ما نقدر نروح لا ما نقدر نروح عشان زيارته شوي لازم من هون نتقدم عليه نجيب سياره صوت شاب لازم نذهب الرادار تقولون انا رميت هيفتح نيد اكيد عندنا فوق لو عندهم فوق لا اوه لا وجدت بس والله انطيت لو وجدت والله لا طير الراس وين جاي وين جاي وين جاي لا هذا مين جاي لا لا مع الزائد والله امير قال الاترو وقع الحقونيت قال بقول الحقونيت جبت منهم واحد جبت منهم واحد دم له لا دم له وكذاب ما جاب منهم ولا واحد اصلا يسارنا في ناس فوقكم لا يسار يسار هذا راح يرميني راح يرميني فوق اصلا هو عرفت هلا على البيك راح فنهي هلا على البيك والله صراحه اسطوره بعده غادي مو هذيك نار نار لا راح يفجر نشوف الحين اللعبه بيات كيف خلاص نزلتك كفو هذول كم حصلوا بقيت اطرح ارمي لهم كاس لغايه الان مع 16 اطو عندي خطه شو رايك اعبر انت كفر لي فوق لا شو رايك توقع واحد على السريع ثواني يلا اترو ناطرين ناطرين وضع واحد مني بشو بوش روح وضع واحد بعد روح له خلص عم يريح عم يعالج فيه يلا اترو نيد نيد هيك الوحده هيك تصبحوا فيه يلا بد خلص روح الله وياكم ابلع ابلع اخذت كيف اخذت الاترو اوه رجع يا طير وصلت هالمره محسوبه هي محسوبه محسوبه علينا ولا عليكم ها ها شباب فوق الجبل شفت رباعية كيف شفت شغل هكر شغل هكر هو ما نعرف يمين ولا يسار انتبهوا والله انتبه على طول اربع لا اضرب يمين هذولا هذولا هاي من عم يضرب والله قدامك امسك الام 24 ايوه كذي غير علمك يعني ايوه ده هذا واحد يشوف حمرا حمرا ثاني يسار ابلع شوف يا شباب اتر دايما بيستخدم سكوب من الطيارة تستخدم سكوب 6 على الفور اشوف لعبة ثبات سكوب كيف يسارك انتبه لك بيييي ابلع فوقك فوقك انتبه عدد حركاته ميكاته اللي فوق اللي فوق تبعته مين فوقك ابلع واحد والله بلع واحده بدي يسار واحده بيضه ما هي حمراء اشتحل قلبك يا والله روح العب ثالث سكواد وخلص تقول لي تعال بعد ارشاد شغال انت الاول راح ليش ليش على كثير سكو بينزم على الدروب سكو ما شفت واحد نو خلص 21 كل والله يا شباب ما شفت الجيم انا 21 كل عشان انا بشوف الجيم عشان الشيء ردة الفعل تكون حقيقية قبل ريفه والله طلع ريفه بشو بسرعة هذول يريفون ليش انا ما اقدر اريف تيمي سريع ماذا صوت احد يجيك سيارة شباب هيلب انت جاب 21 كل قول لي متى تجيب وين لا وقع قدام قدام يا با اسم الله اسم الله كاشف خلني ما عندي 10 ثواني سيارة اجت تحت والله كلكم نيت خوفون ما ادري
لاقوا هم مش مروا شوف رمو ليش اثروا حط جنبه كرسيين وشاشتين وكمبيوترين ومش عارف ايش يعني في ناس بيلعبوا عنده ولا نيد اتوس عنده ومثل مكاشف أربعة اوكي والله الكشف هذا عكيفك تعال لا تمد راسك خاصني اخويا طيل النيد اطلع اربعة ها ايش بوكي غرقهم جاب واحد بني غرقهم نيدات راح انا قلت انا راح التهب الورقة الورقة فاتت والله كفو كفو والله اخر واحد اخر واحد عنده وقعت الورقة ما عليك ما عليك وقعت خلاص سيارة عشرة وين 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 نبي الصحاب تعال هرب معقول؟ والله عرفت ما هو هرب اخر واحد منهم هرب اخذ سيارة مربى يا رعاي والله تلاقيه بيلعب سخين ما راح تعمل قاتل في ناس خل في ناس خل ورجعت ما عليك رجعت طق لي تعب السيارة بتنزعم عليك انا راح كفر خلف شباب قاتل ما ودي اخليه يهرب طق تار خليه يهرب الحين اجاكم خلف اجاكم انتبه هون شنو؟ هون عند الانمي ما مسك حد في واحد صدق اجا؟ لك ايه هلا في لا اثنين مو واحد لانه انا كنت موقع واحد ريفو عالجوا ايه فلو تعطيه هيد شوت لهذا اتجاه ايوه مش هدني في مقطع اصلا بس ابقى غادي ايش بسواه جاب واحد هيد شوت براسه جاب واحد هيد شوت ما طاح بقيت تلقى والله العظيم بقيت تلقى هو جاب واحدة حمراء كيف ارمي كاسس؟ ايش؟ لا بعد في ناس شباب وراهم ما قدام بس هم الحلو في الموضوع انهم ماسكين جبل ثلاثة تصدق هذا ما راح يطلع راسه؟ تصدق؟ خلينا نشيل اللي ورا هذا تبعي ما راح يطلع راسه هاي كاسس يا عمي روح داروح ثلاثي واحدة دوشكا واحدة أربعة صار يا هم أربعة ثلاثة عشان تأخذوا هذا النيت أترو اليمين نوك باقي ثلاثة يصار ساكين احنا فقيرين كف والله أنا بقول لكم تيم أترو أسطوري صار بهذا الجبل ها يا أخي حط على السكوب ستة حط على الأنفور سكوب ستة يا زلمة حط سكوب ستة أترو حط سكوب ستة لا عليك عش سكوب بنقطة إيش بسوي سكوب بنقطة أنت يعني حتى أنا حسيف لك أنت واحد من جوا تعال معي واحد ما أنا معك إيش وأنا شو أسوي أنت يسار فوقك أترو ما عندي لا لا الخلف عم يضربني والله أترو خلف دوشكا اضغط اضغط عليهم اضرب اضرب من عندك لا كثير متر من ورا بس اضرب ابلع واحد يمينك يمينك وين انت طيب ما سمعت الصوت وراك يعني انت غبي ابلع اداله حتى النهاية معك النهاية تعرف منه بقى يا لهوي يا لهوي وين هذا بقى ابو السيارة صح؟ ايه هو بالزون ابلع ما يخلص خوته ما يقام خوذة هيد شوت ربك والله بس خوذة ما نوازي يمكن انكسرت يب صح ايه حسن صح انكسرت امي حاول تقطع لك كبرها مو يتش اوبن لا لا اخر واحد اخر واحد بار شجرة الشجرة من جبل يب ما قول بعد عند السيارة جيف ميو هيد شوت ابلع لك عاش الاسطورة عاش احفظوا اداء اترى عشان احنا نقيم ايوه اشوف الكار من ايوه تومي جان ايوه وياك. هنا كار حلو حلو كار ايوه صح في كار ايوه حلو سكوب 6 لقيت والله لقى سكوب 6 لقى سكوب 6 اي كار حلو حلو خذ واحدة ثانية هذا بوت على السريع استفتحي يا حرامي هذا قدامي اطلع قدامي ابلع يلا فنش ابو خليفه فنش ابو خليفه نروح يمين عبر الشارع اثنيناتهم يلعبوا محاكي اثنيناتهم بيتنافسوا على الشعبيه لا ابو ايد طلع على الشعبيه الاولى فوق عندي هنا
ومني بعدين رجع ومني أترو طلع الشعبية ومني مش عارف. المهم الحين أترو هو متصدر الشعبية. واحد وراي واحد وراي نزل نزله بالكاع يا زلم. بدخل جوا بدخل جوا البيت. ايش فيك؟ صار برا برا يسار. عندي دمج. واحد بعد. عندي لا. وين مور منو ريمي؟ تخيل بيلعب مسدس اصلا، المسدس هذا السريع مش عارف ايش اسمه. خذ من السلاح هاي وكذي، خله قريب ايوه. نزل تحت. وين رايح؟ وين رايح؟ تعال. واحد عندنا. وين رايح يا صاحبي؟ ويسار يسار. في واحد تحت. يسار. أقصى اليسار. جاي من الجبل يسار. أنا ملاحظ إن كل اللي قتلهم أبيات كلهم زي البتات. أو هم بتات أو هم لاعبة بس مش محترفين. بوت. أبيات بدك تطلع لقطة على بوت. بدك تطلع لقطة على بوت. لا لا لا. وما صبر. بيد لعيب لعيب ومن السعودية وأترم العراق. يا سلام. بعرف لي بعرفهم هم معرفين أصلا. نوك كفو يا عمرو يا عمرو. واحد ورانا اثنين. في واحد وراه ورا الشجرة ورا الشجرة يمكن. بلع بلع بياد بلع. هذا واحد. أوه ماي جاد. واحد ورانا هنا. سوكلوز واو هات هيل ماي جاد. هذا عندي سوكلوز. ها عند السيارة. ابلع كفو كفو الأمي الغالي. قسما بالله ان في واحد متحلل في الثلج والله. مصدقك والله من غير تحلل. صدق. وين بشوف؟ مش من ورا من ورا الجبل صح؟ مش عارف ايش قصة الاتراك. الاتراك دب وسلفر اوروبا دب. كل ما تقتل واحد تلاقيه تركي. العرب وين راحوا؟ واحد هنا. شوف واحد دايما بيلعبوا شباب محاكي زي ما قلت لك بيلعب محاكي دايما بيحط سكوب ابو نقطه. فريلو ابو خليفه فريلو على اي سلاح دايما بيحط سكوب ابو نقطه ما بيستعمل سكوبات عالي مش عارف ليش. هذا سر. قول جابني يا الهي. واللاق شقني. اللاق اخر واحد. اللاق شقه فريلو فرمته بالشقه. شقه اللاق شق يا عمر يا بعد يا قلب يا قليب يا نبضات يا عمر يا هاي حال تفقع الكفر. ظل الكفر يا ابننا. وقف. ابعد عن الردزون. ابعد عن الردزون. تعود يشرد. هذا هو هرب جوا البيت. البيض بيض مقلي ولا مشوي؟ خش خش عليه ابو خلي. لا 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 طلع فوق لك. لا والله عاش عاش. ليش يا محمود؟ ليه ليه الهروب الكبير محمود؟ هذا فهد اللي قتلنا صح؟ واحد فوق جاي. باقي باقي جاي باقي فوق. لا لا الخصوم اللي قدم ابو اياد واحد منهم نقطة يعني شوي شوي متوسطين مستوى واحد يعني ابو خليفه. هاي جراوند متوسطين تحت المتوسط بشويه. هذا قدامي صح. في واحد تحت. لا صاحب عشرة يمين. سحب عليه. سحب سحب عليه. او ماي جاد. واو او ماي جاد. سحب عليه. سحب عليه. شفنا اول الجسر. اول الجسر. وقف انا فاعل زوم. نوك نوك نوك. لا 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 من اول الجسر نرمي من هنا ناخذ ندخل الزوم. ايش قدامك؟ تبون اوبن. وقف وقف هنا. تركض اوبن. ابلع. أبو واحد نوك. وابلع. لا والله الخصم اللي قدام والله ضعيف. الخصم قدام ابيض ضعيف مش عارف ليش. من يرمي سكيس. لا هذا هذا دمج. في واحد منهم لاعب. ميتين ابو خليفه ميتين. روح روح يا نشمي روح. يا خلص خلص السلاح خلص السلاح بس خلص والله في اللحظات الاخيره في اللحظات الاخيره جدا بتاخر شوي لما ريلود. هذا يمين يمين جاي للدرب يمين بناخذ عليه ماي جراوند. خليهم ينزلون. وقفوا بالبيوت وقفوا بالبيوت ابو خليفه الجيب اشوفه.
وقف حبيبي ابلع واحد منهم نوك برضه اسطوره في الام اسطوره في الام ابلع هيت طيحت منهم واحد نوك واحد فريلو بالام واحد بلع هيت صدع هذا يا هي واحد نوك بالنيد قول والله هذا وراي الله ياخذ تعال هذا وراي نوك واحد بالنيد واحد يرمى عليهم نيد ابلع والله عيب عيب اسمع الروح الروح اللي تعيب اول وينه جدا راح تكون المنافسه صعبه بين اترو واي ابو اياد ابو اياد اخر كلام بناقز بناقز بخليه يا بعد يا ابو كفو كفو الحين يا شباب وصلنا لنهايه الفيديو بتمنى الفيديو يكون عجبكم اول شيء طويل الفيديو شويه بس حلو هم شباب راح نقيمهم الحين ونشوف مين هيفوز بصراحه راح اعطي يعني رايي الشخصي راح اعطي اترو 9.5 راح اعطي اترو 9.5 راح اعطي ابو اياد 9 من 10 صراحه يعني ان اترو جدا يعني طق شويه عنده فهمت كيف اترو خصم قدامه قوي شويه يعني بيعرف يلعب وكذا فهمتوا المهم شباب اما مقطع ابو اياد هذا جبته من مقطع قديم ممكن الحين تحسن لعبه احسن بس المقطع هذا جدا قديم جبته ظلت ادور على مقاطع لقدام ما حد يكون شايفهم كثير وجبته المهم شباب اتمنى يكون الفيديو عجبكم وقيموا في التعليقات واتمنى الفيديو يكون عجبكم ولا تنسوا اللايك والاشتراك وفعل الجرس خلينا نوصل هذا المقطع 2 مليون لايك 3 مليون 4 مليون يلا 4 مليون لايك ويلا السلام